السلطات الحكومية في العراق ترفع الراية البيضاء أمام انخفاض قيمة الدينار وتعلن استسلامها. هذا أقل ما يمكن قوله بحسب محللين اقتصاديين أكدوا أن الحكومة لاذت بالصمت أمام انهيار قيمة الدينار المتواصل أمام الدولار عقب محاولات وإجراءات ثبت فشلها وعدم جدواها من قبل البنك المركزي العراقي. بوادر الاستسلام ظهرت على تصريح لمحافظ البنك المركزي علي العلاق الذي ألمح إلى ترك أسعار صرف العملات دون تدخل، ورأى أنه يعتمد على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي، وأنه مرتبط بسعر النفط لكونه المصدر الأكبر في توفير الدولار، وهو تصريح فسره اقتصاديون بالتسليم باستمرار انخفاض قيمة الدينار طالما هنالك استيراد وتسعير للنفط بالدولار، وهي عوامل مستدامة ولا يمكن لها أن تتغير. العلاق وفي تصريحات سابقة أيضا قال إن هناك وفرة من النقد الأجنبي، لكن المشكلة تكمن بأن معظم الحوالات التي تصل مشبوهة لا يقوم البنك بتغطيتها، فيما يلجأ هؤلاء إلى السوق الموازية للحصول على الدولار. أعلى هرم في السلطة محمد السوداني لم يكن بعيدا عن المشهد، فألمح هو الآخر إلى عجز حكومته عن إيقاف انخفاض الدينار وتركه دون أي تدخل، مقرا بأن حكومته تدعم بعض المصارف فقط، وبأن القانون الحالي في العراق لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق المضاربين بسعر الصرف، وهو مؤشر آخر على عدم إمكانية فعل أي شيء للمضاربين أو أمام استمرار انخفاض قيمة الدينار. تصريحات وممارسات من حكومة السودان وأركانها يؤكد مختصون أنها تشي بتعويم الدينار، ما يعني أنه سيكون على موعد مع المزيد من الانخفاض، وأن العراقيين أيضا سيكونون على موعد آخر مع معاناة جديدة تضاف إلى مآسيهم اليومية.